حراسة مرمى النادي الأهلي في أمان لما يكون عندك محمد الشناوي وعندك مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. بالمناسبة كابتن شوبير لأول مرة أقول له يلا عشان نسجل، يعني ما بصراحة ما منعش. مصطفى أحمد عبد العزيز، مصطفى شوبير. مصطفى مليون مبروك على البطولة وإنجاز جديد بيضاف ليك مع النادي الأهلي، كأس السوبر رقم 15 في تاريخ النادي الأهلي. الحمد لله. أولا يعني بنشكر الجمهور اللي بيجي ورانا في كل حتة، بنقول هارد لك نادي الزمالك، قدوا ماتش كبير بس الحمد لله اعتقد ان احنا قدمنا مباراه نستحق عليها المكسب، وكان مكسب من قبل ضربات الجزاء كمان، بس التوفيق من عدمه والحمد لله ربنا خلى فرحتنا اكبر بضربات الجزاء الحمد لله. مصطفى المباراه صعبه، وصلنا ل 120 دقيقه ضربات جزاء، ما حسيتش في وقت من الاوقات ان ممكن نفقد الامل في البطوله؟ لا لا خالص، بالعكس احنا كلنا كان عندنا قناعه ان احنا داخلين نكسب، مش قصه انتقام او كده، بس كان عندنا يقين في الله والحمد لله، يعني الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله بالمكسب الحمد لله. محمد الشناوي دايما يقول مصطفى اخويا الصغير الشناوي، ومصطفى شوبير بيقول اخويا الكبير محمد الشناوي. اعتقد انتوا بتوصلوا رساله لما يكون عند الاثنين حراس وحمزه علاء ايضا موجودين في منتخب مصر، دي رساله مهمه جدا على الروح اللي فيها حراسه المرمى في النادي الاهلي. طبعا دي منافسه اي حد يتمناها، وخصوصا انا لو مدرب ومعايا الحمد لله زي ما الناس بتقول او بتقول ان انت عندك اثنين او ثلاثه جاهزين طبعا بحمزه واربعه معانا بمخلوف، دي حاجه تبقى كويسه جدا بالنسبه للمدرب ان هو عنده كذا اوبشن، لو في اي حاجه حصلت، لو هو حب يغير رايه ايا كان هو قراره ايه كلنا بنحترمه. واعتقد كابتن شناوي اتكلم في القصه دي خلاص في بدل مره اثنين وثلاثه واربعه، يا ريت فعلا نقفل القصه دي خالص خلاص، يا ريت عشان يعني هو صداع من ما فيش اصلا، هو خلاص هو الراجل الكوتش ليه قرار، ده هيلعب ده هيلعب، احنا احترمنا الماتش اللي فات كنت انا بلعب وكابتن شناوي كان موجود، الماتش ده كابتن شناوي بيلعب وانا موجود، الماتش اللي جاي حمزه بيلعب وانا موجود او كابتن شناوي موجود ونفس النظام مع مخلوف، احنا مش عاوز اقول لك كلام الشعارات اللي هو مش عايز ابقى دبلوماتيك قوي اللي كلنا واحد وكده، بس خلاص هو فعلا احنا بنلعب عدد ماتشات كبير جدا وكله هياخد فرصته وكله هيلعب. مصطفى ايه الروح دي؟ ايه الروح دي؟ تروح والله اصل ده الطبيعي، كل واحد بياخد رزقه ونصيبه، الحمد لله انا لعبت الماتش اللي فات ده كان رزقي ونصيبي، كابتن شناوي ده رزقه ونصيبه، حمزه هيجي له وهكذا، حمزه كان رزقه ونصيبه في الاولمبياد تالق فيها، مخلوف لعب اخر ثلاث ماتشات السيزون اللي فات، هي كده هي الدنيا كده، فاهم حاجه مش هقول لك ما تستعجلش، اي حد طبعا هيبقى عايز يلعب وعايز يلعب في النادي الاهلي وخصوصا لو في سن صغير زيي، مش طبعا مش صغير مش ناشئ، بس قصه الحاجات دي كلها بتفرق طبعا، بس في الاول وفي الاخر هو قرار الكوتش وكلنا بنحترمه، فيا ريت خلاص يا جماعه بعد اذنكم نقفل القصه دي خالص عشان هي مش موجوده اصلا من الاساس. الجمهور العظيم ده حابب تقول له يا مصطفى، وعايز اقول لك على نقطه مهمه، صعب جدا تاخد حب جماهير النادي الاهلي، مصطفى شوبير واحد من اللعيبه اللي خد حب جمهور النادي الاهلي. الحمد لله كرم وتوفيق من ربنا في الاول وفي الاخر. يمكن الجمهور دايما بيحب اللعيب اللي بيلعب في ظروف صعبه وبيأدي، والحمد لله ربنا كان كرمني بده، وزي ما انت قلت ان الجمهور يحبك وان انت تزرع ثقه عند الجمهور في وقت قصير دي مش حاجه سهله تتعمل، فبحمد ربنا عليها وبشكر الجمهور وان شاء الله يفضل دايما في ظهرنا وباذن الله مزيد من البطولات ان شاء الله. احنا باركنا لك بالسوبر رقم 15 في تاريخ النادي الاهلي، اكيد انت ببارك وجود كابتن شوبير معانا في قناه النادي الاهلي. اكيد طبعا كابتن شوبير يعني مش انا اللي هتكلم عليه طبعا، اعلانات السوبر وانت جاي ايه؟ قال لك جهات السوبر كان برده كان عنده قناعه 100% ان احنا ان شاء الله هنكسب زينا كلنا، والحمد لله ربنا كرمنا بده، فببارك له وببارك للكباتن اللي معاه في الاستوديو، مجلس الاداره، الجمهور، اللعيبه، الرجاله، الجهاز الفني كله عشان ما انساش حد، وبالمصابين كمان مش عايز برضه اقعد اذكر اسامي، بالمصابين كلهم مستنيين ان شاء الله عودتهم، وباذن الله خير ان شاء الله اللي جاي كله خير باذن الله. احنا بنحبك اوفي حبيبي يا روح، ربنا يخليك، شكرا يا فاروق، مليون مبروك يا اوفي، ربنا يخليك، شكرا.